قولي طب يا هيثم، انت بدأت الموضوع ده من امتى وبدأته ازاي؟ من حوالي 3 سنين كده لما سافرت ماليزيا، خدت هناك كورسات برمجة وكده، وطبعا يعني عرفت ازاي هكر الموبايلات واسحب الداتا من عليها. بس يعني وبعدين ولا قبلين لما رجعت بقى مصر كان الموضوع بالنسبة لي مجرد هزار، هزر مع صاحبي اسحب الداتا من تليفونه هكر تليفون ده مش اكتر. الى ان واحد صاحبي قام نزل بوست على الفيس ونزل رقم تليفوني وقال يا جماعه ده هيثم ده هكر جامد كلام من ده. في نفس اليوم لقيت حد بيتصل بيا، الو، قال لي ايوه هيثم معايا. قلت له هيثم معاك؟ بدون مقدمات قال لي انا فلان الفلان وعايزك تهكر لي تليفون شريكي وهدي لك 1,000,000 جنيه. مليون جنيه طبعا مبلغ كبير زغلل العينك. طبعا الافات بقى بيكلموني، واحد يتصل بيا يقول لي بقول لك ايه هكر لي تليفون مراتي، واحده تكلمني تقول لي هكر لي تليفون جوزي، واحد يقول لي هكر لي تليفون بنتي. وما اقولكش بقى يا دكتور، الواحد شاف فضايح. نادرا لما تلاقي حد سالك للي خلقه، مفيش بجد مفيش. تخيل واحد باشا راجل محترم جدا متجوز واحده مش مخليها عايزه اي حاجه، بتكون مدوراها مع حته عيل صايع وبيستغلها وبتصرف عليه. لقيتها بقى بعتله صورها وفيديوهات. انا تعبت يا دكتور، نفسي ابطل الشغلانه دي، نفسي اغير شكل حياتي كله. طب قول لي يا هيثم، عندي سؤال كده، هو ملوش علاقه بالموضوع، حب استطلاع مش اكتر، انت بتهكر التليفون ازاي؟ لينك، ببعت لحضرتك لينك فتحته تليفونك بقى في جيبي، نقطة من أول السطر. ده هاجي ابن خالتك اللي بيطلبك على الواتساب تاني ولا ده حد تاني؟ لا يا ماما، ده أدهم. أدهم؟ طب كويس، بعت يطمن عليكي؟ لا يا ماما، ده بعت لي لينك كده بس ما بيفتحش، اكيد شاف حاجة عجبته على الفيسبوك وبعتالي. طب يا حبيبتي ما تحاولي تاني يمكن يفتح. ابوك عمل معايا الدنيا. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.